بنبرة مستاءة حملت في طياتها رسائل تحذيرية، وضع الرئيس تبون يده على جرح الفساد الذي استنزف العقار الصناعي، وذلك خلال إشرافه على أشغال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي. امتعاض كبير أبداه الرئيس تجاه البيروقراطية الإدارية التي ما فاتئ أصحابها يعرقلون المشاريع التنموية الصناعية بحجج تافهة. إذن هذه المبررات هذه جريمة في حق الاقتصاد الوطني. هذا اللعب راهم خاسرين فيه، أنا نحذرهم. هذا اللعب خاسرين فيه، ملايير دولارات صرفت في مصانع، في آخر يجي أن بيروقراط قال رخصة، أنا نعطيها لك روح شهر جاي نعطيك الرخصة. يعني فهم روحك، ادفع. كل شيء ماشي بالرشوة. عرقلة بنية مبيتة هدفها استهداف الأمن الاقتصادي، ولها في نفس الوقت مشارب ومآرب لأطراف مشبوهة. من هي؟ يتساءل الرئيس. هي عرقلة مبيتة وظاهرة للانطلاقة الاقتصادية. اخلق أكثر مشاكل ممكن، خلي الناس تغضب، خلي الناس تخرج في الشارع تنادي بمناصب شغل، لأن البطالة تصبح قاتلة. حرام حرام وغير وطني، تصرفات غير وطنية هذه. المصنع هو المصنع. قرار الرئيس بإنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي التي تقوم بتوزيع العقار الصناعي بكل شفافية، خطوة استحسنها خبراء الشأن الاقتصادي. هذه الوكالة الوطنية تعنى بدراسة أو بمرافقة أو بتقديم العقار الصناعي لكل من يقوم بوضع دراسة استشرافية لكل مشروعه الراغبين في الحصول على قرار صناعي، بناء على دراسة استشرافية للمشاريع التي تكون لديها مردودية اقتصادية. وبهذا يكون الرئيس تبون قد وضع نقاط الشفافية على حروف البيروقراطية وإعطاء إشارة الإقلاع الصناعي الراكد لسنوات طوال.